أنا ولدت في مدينة القدس في العام 1946. ذهبت إلى بريطانيا، درست فيها الثانوي والجامعي، وأتيت إلى أبوظبي واستقريت في أبوظبي وأصبحت موطني. كنت المترجم الخاص للشيخ زايد رحمه الله خلال عقود الأربعة اللي من ستينات القرن الماضي إلى حين وفاته الله يرحمه. أبو ظبي بتذكرها، يعني كنا نتحرك سيارات جيب، كنا نتحرك في رمال، نغرز في هذه الرمال، كنا نسير ما بين الإمارات ضمن الوفد الإعلامي وأيضا كمترجم للشيخ زايد، وكانت حياة صعبة ولكنها جميلة. الشيخ زايد ومن كان من حوله كانوا يعملون ليلا نهارا من أجل الوصول إلى بر الأمان، لأنه كان بالفعل هو وصول إلى بر الأمان. بقدر ما كانت الخمسين سنة الماضية، أنا بسميها سنوات الإنجاز والإعجاز، لأن اللي حصل فيها كان بالفعل شيء خارق عن الاعتيادي. نحن الآن 50 سنة القادمة نتكلم عن هذا المجتمع، يعني يتخطى حدود العولمة، أن يصل إلى المريخ، أن يصل إلى الزهرة. الجيل الجديد عليه أن يعرف أنه عليه مسؤوليات جسام، وأنا أراها أمامي. بهذا السبب أشعر بهذا الفرحة أنني شهدت التحول 50 سنة، والآن 50 سنة قادمة من الإعجاز والإنجاز.